كيسلفا خاصيه الواقعيه. شو ما سوى كان على الشريعه ماشي احكام يستسبع في الخيال، يعني غير قابل للتطبيق الشرعي لها، ولكن ورثه الطبقه وش الحمد الواقع. لا الشريعه مزمات ما هو مزمات بدين تقريبا اي تقريبا هي الرساله بشرط ان سعوديه قالوا ازيك ان سعوديه قالوا ازيك في اي مجال اي حتى في المجال السياسي بالبوليتيك رب سبحانه شو امرهم شعرا بينهم اذا دخلت مبدا الشعر مبدا الشعر مبدا لازم طريقه التطبيق لا ذاك الشرعي جات لا يمسك الناس في المجال الدستوري مثلا كاين نظام البرلمان نظام الوقف الواحد كما حنا قبل التعديل الدستوري كان المجلس الشعبي الوطني برلمان ابري داو التعديل قالوا الغرفه الغرفه الثانيه السين هذا تاع مجلس الامه كاين المجلس الشعبي الوطني يسلم الفوت وكاين مجلس الامه يستعين بالسياسه هذه النظريه شنو يجوز يبقى الممارسة هي قضية أخرى، يتكلم عن الهياكل. الهياكل كهياكل راه جاهز. في المجال السلطة القضائية، الزمان كاين ما يسمى بنظام القاضي الفرد. ظروف القضاء متعددة. يجوز. الزمان تصور معي القاضي شريح، قاضي من القضاة. القاضي شريح والقاضي مثل القاضي أبو يوسف وغيرهم، يعني قضاة معروفين يعني. نبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهو أول القضاة. هو نبي رسول حاكم قاضي كل شيء جمع كل هذا الامور النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بين الناس يختلفوا يقضي بيناتهم ابو بكر الصديق كان قاضي عمر بن الخطاب كان قاضي علي بن ابي طالب كان قاضي الى اخره وكان قضاة روح جيب اي قاضي كان قاضي الفرد يكون قاضي مريح في الجامعه مثلا بعد ذلك عندهم دار القضاء يجيو القضايا قضية سيفي مرحبا قضية بينال مرحبا كوميرس مرحبا سوسيال مرحبا كاع لي زافير كاع لي ليتيج كاع طيب ما كانش اللي تاع لا كور سوبريم كونسيل دي ليزون ما كانش كل وراء ما كانش باسكو طبيعة الحياة هكذا كانت الطبيعة بسيطة والقضايا بسيطة كيف نبي مثل وقت السابق وكان دوري مغاربة كان إمارنا كان قبل 50 سنة ومسار في الفاتورة كثير في المرمى ثلاث أخان تزمور تزمور تسكالاكي بالك الروهون يا هكذا يوم ثلاثة زينة وبعد يوم يا سفر يسعي تسكالاكي سينوفا هكا ميثورنا ميثورنا الشركات متعددة الجنسيات زانفيستيسمون لي بروجي لونساج شي فيا تفد الدوليس سي كوا سامي من المخ تاعنا لازم يطلع يكون اجور نساو الشيش ونسيو الشعر ونسيو الشعر ونسيو الشعر ونسيو الشعر ونسيو الشعر ونسيو الخير ذا غفر الله صافي لقليلين في المهم سامي الامور المدينه الواقعيه معناها احكام الشريعه قابله للتطبيق انه تطبقها تطبقها ما في التجاره ما في الوراق السيفي المدنيه ما في الجوار الحياه الزوجيه الحياه العائليه كل شيء من أمر آخر ثقيل مع ليس الواقع الواقع توجد في الواقعية إلى وين نظر مهم جدا في الواقع الشراب حرام حرام قطع ولكن المفطر يجوز له ماشي واقع الشيء عش النار موثو في ظلامنا من غير فكي مغيغي أنث أنث يتفكر هذه الصحراء ولا شواج سوى الحرام هذا رسول الله دينا شرعنا ويجي يعني كيما في ندي الصحراء وثو في دار يدينا بالحلال ولاش الكازوز ولا شامش ولا شيء ولا شيء ولا شوال والو والو يطفيك فلاد فوق مليح ثو في الشراب كرمكم الله سو سو كان شوال اللي في الدار ولا تكسر كان الثاني يكفي ربي قال في سورة البقرة الآية 173 فمن اضطر غير ذلك
كما مذكور غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يقول فلا إثم عليه، أنا عليه. إذا كان الماكلة من الماكلة؟ قل ماشي على الماء البشر، لا حتى على الماكلة. صوت المائدة الآية الثالثة جاوبنا، قل ما تخافوش. فمن اضطر في مخمصة أكل الميتة، تأكل جيفة لا يجوز، أكل لحم الخنزير كامل لا يجوز قطعا إلى آخره لا يجوز. المقودة النطيحة آخر في مع آخر في داروا حرب وقال ما تنفيزوش هذول النطيحة ما تاكلش مات إذا كان مطلوب نطحة لا يجوز إلى آخره. إلا ما ذكيتم بالمسلمين، إلا ما ذكيتم ما أدركتم يفلح نزيد دائما عند الموس ماشي كيما لي جون تاعو لي جون تاعو كيف الموس ماشي شي اغريسيف طبعا ماشي حكم عام لي جون تاعو حنا تاعو تاعو تكلم عن لي جون اخر ربيع اليوم بكري الشيوخ ياخذوا الموس على انه عاجب عاجب هادي شفت مرة واحد عجوزة كانت سكين ابوها المؤمنين ابوها في العرب يغلي اسلو خاطيس قرية مخبطة غادي يوضع من أثناء الناس يعفر بين موفي يبويد الموس يجريد أب يزلى في الناس قد تمشى طوال كامل شنو بجيس إلا ما ذكيتهم عليه الناس خليه يموت نقيت ذكيت قد مقرر أو لا لا شن جوار أخاف في الغزقة خلاي أثناء المني أخذي فرق 40-40 ألف ماشي غير خليفة شفت المسلمين كيف؟ أنا عارف شفت المسلمين مسلمين أو ثقة ذرة مثلنا ذاك ولاي إذاك شو سنعيش بند الطبع وقال يقول لي كلا الزلم تلاقي فرقة في الجيرة كده يقول يا زلمة سيسا خالي خلص خلص ما قدرش تكافل اجتماعي يغلب سكين وينا وينا كم يسعنا بولاي إذا كارب الحمد لله كين مسلم لو كان خسر بحري خرج واحد ألف دجاجة ميتة ربيها الواد في المسلم الإسلام هذه كلها إرشادات إسلامية مع الإسلام يقول باش تعيشوا ألاز تعيشوا مثال مثيل هنا ماشي خاطين إيغويز خاطيني برا طروط يموت مسكريك يا ولدي ومال يموت مولاي لا نتكافل نقتسم الضرر السؤال في السوسه ليه اللي قال صليت نسوا ربي كما يقول الله أعود إذن فهمت الآية الثانية ربي قال في سورة المائدة الآية الثالثة فمن اضطر في مخمصة المخمصة على شدة الجوع غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم آية البقرة ثلاث فلا إثم عليه آية المائدة ثلاث فإن الله غفور رحيم المهم كي تكون نورمال ابتعد عن الحرام. طيب اذا هذه من حيث الواقعيه.